التلاميذ، تعرفنا على ديزافونتاج وديزافونتاج بتاع الانترنت اللي اثر على سلوك التلاميذ، وكانت معنا كان حوار شيق مع بالنسبه لقعدتنا اليوم كانت مزيانه برشا، وحكينا فيه برشا وموضوع حساس في مسؤوليه واحد، اعطينا برشا حلول وحلول مزيانه وفعاله على الاخر. جلسه حلوه مزيانه عجبتني برشا، جلسه ياسر تحبونا بيان اورجانيزي، وسجي كان ياسر انتريسون وامبورتون.